نعم يا شيخ. نعم. أحسن الله إليك، هل العمرة الطواف وداع مع الدليل زكاة؟ أما إذا طاف وسعى وقصر ومشى فهذا لا يحتاج إلى وداع، لأنه طاف ومشى ما جلس. وأما من جلس فعليه أن يوادع، عليه أن يطوف للوداع. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى ابن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام لكن يستثنى منه الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات ورمي الجمرات، واضح بالإجماع. والباقي العمرة كالحج. ثم إنه ورد في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماها الحج الأصغر. ثم القياس أنه دخل البيت بتحية، ما هي؟ طواف القدوم العمرة، فليخرج منه بتحية، فليست الأولى بأحق من الثانية. ثم إن ذلك أحوط وأبرأ للذمة، لأنه إذا ترك طواف الوداع قال له بعض العلماء إنك آثم، وإذا طاف للوداع لم يقل أحد إنك آثم. فالذي نرى ونفتي به أنه لا بد للعمرة من طواف الوداع إلا إذا سافر فور انتهائه من عمرته، فالطواف الأول يكفي. نعم.